جاي لبناتي أنا، يعني هلا بيشوفني ما بقول عني إني أنا أم منى. أما اللي تزوجت مثلي أنا بال 15 سنة رح تقلو آمين على كل شيء. شو بالعشرينات لساته ولد؟ أما 20 ما بيتفقوا مع بعض. إذا ما بيكون الشخص ناضج حرام يتزوج. أو بالثلاثين بيعرف شو بده. والله أنا ما بنصح إنه البنت تتزوج بالعشرين بصراحة، أنا ضد مو مع. شو مميزات أو مساوئ الزواج بسن العشرينات؟ لأنه بالوقت هذا أنت شايف أمور الحياة شلون؟ يعني عم يتزوجوا تلاقيه زوج سنة طلع مخه مو ناضج. أما الزواج الأساسي هو بالثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين وما فوق. هلا قالي السلبيات استمع بينين. لبعدين الإيجابيات هلا قيل بتكون موجودة. هلا نحن تزوجنا من نهارين، عمري 29 سنة، عمر المدام 27 سنة، أفضل سن مناسب للزواج. يعني بيكونوا وعيوا الشباب الشاب والصبية، ويعني عمر مناسب الواحد بيعيش كل مرحلة الخطوبة، مرحلة الزواج من أولته وبسن صغير. أنا عندي أحفاد، خمس أحفاد هلا، هي الضريبة بتلاقيها بعدين. يعني أول شيء أنت ما بتكوني كتير مرتاحة، بس تكبري بتلاقي أولادك كبار وأحفادك حدك، يعني بتحسي حالك أنك أختهم مانك أمه. لا بالثلاثينات شو بالعشرينات لساته ولد، شو بياخد مصروفه من أبوه ولا من مين؟ إلا إذا أبوه والله ملياردير ممكن يأمن له كل شيء، وحتى هيك الزواج فاشل. بالعشرينات بالثلاثينات طبعا بيكون استقر، بيكون اشتغل، بيكون كذا وإلى آخره، وحتى بالأربعينات أفضل وأحسن. أنا بعتبر أنه الواحد لازم ينهي كل شيء حابب يعمله من دراسة من شغل قبل ما يفوت الحياة الزوجية، لأنه بعد الحياة الزوجية بصير اهتماماته بعائلته أكثر وما بقى يقدر يعمل أي شيء زيادة له. من الإيجابيات أول شيء يعني أنه أولا ابنك يكبر معك، هاي أول شيء طبعا. لكن هلا من السلبيات كونه خاصة بالظروف اللي نحن عايشينها يعني عم نعذبهم معنا. بس يكبر يكون ابنه مثلا صار عمره هو 40 ابنه صار 20، يعني بيحس انه مثل رفيقه وهيك. هلا سلبيات، في سلبيات لازم يكون واحد مأمن حياته ومن الجهة المادية وهيك قصة. يعني شو هي ايجابيات او سلبيات انه الشخص يتزوج بسن العشرين؟ والله انا ما بنصح انه البنت تتزوج بالعشرين بصراحة، انا ضد مو مع. العشرينات يعني بعده مو مؤسس شيء، يعني ما بيعرف ما بتفاهم هو والبنت. ثلاثينات بيكون واعي على الحياة، بيكون مؤسس شيء للحياة مثلا، صار عنده خبرة أكثر بالحياة. أما عشرين ما بيتفقوا مع بعض، غلط هالشيء إنه يتجوز بالعشرينات، لا بيتجوز بالثلاثينات أحسن. يعني ما قعدوا ست شهور، قعدوا سنة، قعدوا كذا، صار في طلاق، صار في أطفال، صار يعني والله ما بنصح فيه عن جد. يعني اللي ما له قد المسؤولية بالحياة الزوجية لو تزوجت صغيرة، إيه ما يأتي عليه خطوة أبداً.